طيب احنا عندنا فقرة صور، وطبعا الحديث معاك كان ممتع جدا، بس فقرة الصور ديت هيتعرض صور في خلال 10 ثواني هقول هتعلق على ماشي الصورة ماشي ماشي يعني حضرتك ممكن تبص الناحية مش ابص. بالظبط. اتفضل. استنى البس النظارة. مين؟ لا ده مين؟ نعم، إيناس جوهر. إيناس جوهر زميلة عزيزة وصاحبة بصمة إذاعية خفيفة الظل، مدرسة في الأداء الإذاعي، وكل الناس طبعا عارفين إيناس جوهر تسالي. وإيناس جوهر كان لها تعبير جميل تقوله لي: إذا كنت أنت شكر سرحان الإذاعة فأنا سعاد حسن الإذاعة. اللي بعده مين؟ حسام البدري. مين؟ حسام البدري. حسام البدري مدرب محترف الحقيقة، ثقف نفسه ثقافة كروية تدريبية ولم يلجأ للعمل في الإعلام الرياضي، وأنا بحترمه عشان كده، عشان ثقافته الكروية استثمرها في التدريب وفي شغله. اللي بعده لا المعلم حسن شحاتة، المعلم قيمة كروية، أنا بسميه فيلسوف الكرة المصرية، وأكتر واحد حب الكرة من جيله. وأنا فاكر أنه اللعيب الأرجنتيني ماريو كامبس اللي جه ماتش اعتزاله لما لعب قال أحسن لعيب، وهو كان اعتزل وكان بيعتزل، أحسن حسن شحاتة. اللي بعده حمادة أمام. أنا حبيت نادي الزمالك عشان حمادة أمام، ثم لما عملت في الإذاعة الحقيقه شرفت بصداقته لما كان بيجي اذاعه شباب الرياضه. اللي بعده رضا عبد العال. رضا جميل وواضح وصريح، ولكن ظلمه الاهلي وظلمه الزمالك. اللي بعده حلمي زموره. اداني اول كارنيه لدخول نادي الزمالك وكنت وقتها طفلا صغيرا. فاروق جعفر. المعلم فاروق جعفر من جيلي، وكنت بروح نادي الزمالك عشان اتفرج عليه، هو وعلي خليل وطه بصري. والحقيقه فاروق معروف بانه يعني لعيب ماهر، لكن بيحب فاروق. الخطيب. الخطيب طبعا رمز لجيل من رموز الكره المصريه، يعني الحقيقه لعيب حريف، وبس ما كانش بيحط جوال فينا كتير. في الزمان. مرتضى منصور. مرتضى منصور الباحث عن العداله. اللي بعده شيكابالا. يا خبر شيكابالا، شيكا موسيقار جيله من اللعيبه. اللي بعده. طيب كده خلصنا يعني فقرة الصور. انا يعني اتبسطت جدا ان حضرتك شرفتنا ونورتنا.